اللي صار اليوم ليش يثير غضب بنك الاسكان هذايا؟ وقع انتداب 65 شخص على مستوى الجمهورية، 65 واحد، ها ركزوا معي، هو يمكن العدد يكون أكبر من 65 إن شاء الله. هزوا 65 شخص عون بنكا، هزوهم على مستوى الجمهورية، إلا ولاية تطاوين ما هزوا منها حتى واحد. يا أخي إحنا ما عندناش الكفاءات، يعني أنت عندي معلومة معناها على بير الشغل، عندنا أكثر من 3000 مجاز، غار في الجستيون في الاقتصاد عندنا 1000 مجاز. ركزوا معي، معناها هذوما مش رجالة، هنا نحكوا بالكرامة والعدالة والتنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، وين التنمية الشاملة؟ إلى متى تبقى تطاوين مهمشة؟ حتى وقتاش؟ نقعد احنا يا أخي سبحان الله نستنوا لين يجوا جماعة تونس، أنا الهيئة العليا هذه وشكون هم؟ احنا في تطاوين اليوم عاملين وقفة احتجاجية تطالب بحق ولاية تطاوين في التشغيل وفي التنمية العادلة. إذا إيش معنى التنمية العادلة؟ كي تعمل كونكور ناسيونال على مستوى الجمهورية كاملة وما نجحش فيها تطاويني، أنا نمشي معاك، أما تجي أنت 65 على الولايات الكل، هذا مش معقول. هذا احنا كتطاويني وكشباب رانا نرفض بشدة هذه الإجراءات. احنا الفائدة أن الناس تفهم، تعطينا المصالح، احنا ما المهم وقفة احتجاجية سلمية تنم على بالله يرحم والديك. خلونا كلمة واحدة، راهو اللي صار في البنكة هذه، اللي صار مع بنك الإسكان جاهز جدا يصير مع البنكات الكل، وتعرفوا السيد هذا يتكلم عن الناس كلها. بالله يا جماعة نحبوا نسمعوا مدير بنك الإسكان في تطاوين. بالنسبة للانتدابات، القائمة ما زالت مفتوحة، وراهو قاعدين ينتدبوا مع الفريق الإدارة الجهوية للتشغيل. إذا كان الإدارة الجهوية للتشغيل ما تبعثش، راهي الإدارة غاديك ما تسمعش، يلزم تو يبعثوا جماعة ليست قائمة في عندهم مش إجازة ولا عندهم عامل شهادات. لا لحظة، خلص السؤال بالله. هل أن في اللحظة هذه قمت باتصال بالمدير رئيس المدير العام لشركة التونسية شركة بنك الإسكان أم لا؟ هذا كل الجواب نتاعهم واش قالوا لي؟ معناها شو؟ بلا سمعي، اتصلت بالمدير العام تاع شركة بنك الإسكان، المعلومة ما ضرتش قالها لك شنو؟ جينا قائمين من الإدارات الجهوية للتشغيل. أيوا. نحن القائمة ما زالت مفتوحة. أيوا. والتطاوين مش ناخذوا منها في صورة ماذا يبعثونا؟ إذا يعني ما بعثوش من الأول. معناها الإدارة الجهوية هذيك جاوبوكم. معناها نخلف الإدارة الجهوية للتشغيل. يبعثوا قائمة؟ ما بعثوش. لا 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 ل
ما سامحني لا سامحني لحظه معناها شكون معناها الاداره شويه الاداره بتاعكم كعملت الاوفر هذا الاداره بتاعكم كعملت الاوفر هذا على مستوى الجمهوريه ما خدتش تطاوين هيك ولا تشكون الجهه المسؤوله كلمنا الموضوع بيري شغل ما راه موظفين موظفين فيهم على المعلومه عرفت الموضوع وما في انك انت وقفت وقفه احتجاجيه والميساج وصل للسيد المدير العام نشوفوا النتائج بعدين نستنوا النتيجه انا عملنا وقفه تهجيجيه وبارك الله فيكم والله ما انا سايبينهم فقط المهم اذا كان نوقف فين نروح ما شكوش في هذا لا ما دخلش